اهلا بيكم يا شباب، وحلقه جديده من برنامجنا شباب على الهوا. النهارده في البرنامج عايزين نتكلم مع بعض عن ازاي يبقى الشاب منخرط جدا في المشاركه المجتمعيه. يعني ايه مشاركه المجتمعيه؟ يعني ازاي يبقى قضايا مجتمعك شغلاك، ازاي يبقى فيه كمان دور في صنع القرار، او تاهل نفسك لمناصب ممكن فعلا تفيد بيها وطنك. الموضوع ده مش مجرد انك تبقى خريج جامعه او تبقى مؤهل لوظيفه معينه خالص، الموضوع ده عايز تدريب وعايز تفكير وعايز كمان إرادة من الشباب إنها يبقى عندها متسع من الوقت إنها تشوف قضايا مجتمعها إيه وتحاول تشارك مشاركة إيجابية. ده موجود دلوقتي من خلال مؤتمرات ومنتديات وغيرها من الفعاليات المهمة جدا اللي بتضم عدد من الشباب ليهم طموحات وليهم آلام وأمال ومشكلات وطرح الأهم قضايا مجتمعهم وإزاي بيقفوا على طريق الصح لحد ما يوصلوا بمستقبلهم للشكل اللي هم عايزينه أو للحياة اللي هم شايفينها بتفكيرهم بكل العناصر اللي بتساعدهم في الحياة دلوقتي إنهم يختاروا ويصنعوا القرار أو يشاركوا فيه. فده موضوع حلقتنا النهاردة، وهيكون معانا نماذج من شباب المشرفة جدا اللي هتقول لنا إزاي نعمل ده، وإزاي كمان البوابة أو الطريق اللي تكون فيها مشارك ومشارك إيجابي جدا. دلوقتي بقى علشان الرياضة مهمة جدا في حياتنا، عشان دايما بنأكد على الرياضة ونأكد أنها جزء كبير من صحتنا، ونأكد كمان أن احنا بنفضل شباب على طول، بما أننا شباب على الهوا، يعني شباب على طول طول حياتنا لو بنلعب حتى لو أبسط أنواع الرياضة. نشوف أهمية الرياضة في حياة الشباب ونبتدي على طول موضوعنا، يلا بينا. الرياضيات حاجة أساسية في الحياة، وإحنا أي حد سواء كبير أو صغير، هي أولا هي مايند سيت، مش بس مثلا اللي هو عشان جسمنا وعشان بشكلنا فيت، لا عشان دماغنا وعشان الراحة النفسية كمان. الرياضة بتدي طاقة إيجابية كتيرة، عشان مثلا في الشغل في البيت، المفروض مثلا اللي هو الشركات عموما إن هي يعني تدي وقت كده بريك للرياضة، يكون في زي نوادي كتير اكتر عشان خاطر الناس تعمل رياضه برضو، ينشط دورته الدمويه، تبعده عن السجاير، تبعده عن الحاجات مثلا المضره للنفس وصحته. في ناس كتير مثلا شباب بيبقى صاحي كده مكسل، مثلا يعمل له نص ساعه نشاط تحافظ على جسمه وتحافظ على طاقته، يبقى مثلا عنده مثلا باور، عنده اكتئاب، عندك مثلا انت عندك مشاكل صحيه، تلاقي نفسك بتشغل دماغك بالجري بصحتك، تتعب نفسك شويه بالجري، بس ده بيخليك مثلا قادر تمشي طول النهار، قادر مثلا تستوعب جسمك، قادر في حاجات بوسط جسمك ما بتروحش الا بالرياضه، بالمشي، بالحركه. الرياضه طبعا مهمه لينا كلنا، سواء كنا كبار في السن، سواء كان مثلا في ناس كبار في السن او اللي هم الصغيرين او الشباب، لازم نهتم بيها عشان خاطر بتحافظ على صحتنا، بتجدد طاقتنا، بتحفزنا، بتمنع عننا طبعا كتير من الامراض. ممكن احنا بنعمل كل حاجه، بتلعب رياضه وبتتبسط مع عيلتك واصحابك وبتكمل دراستك وبتعمل ابحاث، وفي نفس الوقت بتشوف ايه اللي بيشغل الوطن وبتشتغل عليه. وقتنا كبير على فكره جدا، في اوقات بنزهق فيها مش عارفين نعمل ايه، وفي اوقات تانية بنهدرها في حاجات ملهاش اي لازمه، انتوا عارفينها كويس صح؟ يلا بينا نشوف ضيوفنا الشباب المشرفة جدا اللي هتكون قدوة لينا ازاي نشتغل على نفسنا في كل المجالات ومنها المشاركة المجتمعية. معانا محمد ابو عيسى، اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا. كمان معانا وليد سليم، اهلا بيك يا وليد. اهلا بحضرتك استاذ صح. الموضوع من اوله كده، ممكن حد يجي يقول ده موضوع المشاركة المجتمعية ده محتاج وقت، محتاج ان انا طول اليوم انا بفكر في حاجة معينة وبدرسها كويس وبشتغل عليها، يبقى انا مش هشتغل وظيفة تانية او مش هبقى مهتم اكتر بدراستي. الكلام ده صح ولا غلط؟ هو عامة المشاركة المجتمعية للشباب مهمة جدا وضرورية جدا، بالذات في الايام دي، منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم مصر هو دائما مهتم بالشباب، وكان اطلق على عام 2016 عام الشباب. كمان المنتديات اللي تمت في عملها السيد الرئيس ده ما كناش بنشوفه خالص في الاونه اللي فاتت كلها، ادت الشباب فرصه للتحاور مع القيادات التنفيذيه ويكون لها دور مجتمعي، بدليل ان احنا طبعا كلنا دلوقتي بنسمن دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوه الحوار الوطني للشباب، دعوه الحوار الوطني المجتمعي، ده حاجه كويسه كلنا طبعا كنا منتظرين، بالذات ان احنا على خطى من الجمهوريه الجديده في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجه جميله جدا اطلقها السيد الرئيس في الفطار الاسره المصريه الاخير، وقال مبدا
يعني بخصوص المشاركة المجتمعية حاجة كويسة جدا، أن الوطن يتسع للجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. طبعا. فدي كانت مهمة جدا. والنهاردة الرئيس يعني عندما أطلق هذه الدعوة إدى فرصة النهاردة للأحزاب والقوى السياسية والشباب أن كله ينخرط في عمل مجتمعي واحد، نقعد على طائلة واحدة نتكلم نشوف الوطن محتاج إيه وإحنا داخلين على الجمهورية الجديدة. يعني معنى كده إحنا كلنا نقدر نشارك، مفيش حاجة اسمها حد عنده أعباء تانية أو مشاكل تانية، لا إحنا نقدر نعمل كل ده بالتوازي. مظبوط. نقدر نشارك في مجالس محلية، في مراكز شباب متسعة وفتحة أبوابها لكل الشباب عن طريق برلماني الشباب وعن طريق نموذج المجالس المحلية. تجربتي البرلمانية في 2020 قدرنا أن احنا من خلال مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة قدرنا أن احنا نتصعد داخل مراكز الشباب ثم القرى اللي احنا عايشين فيها، ودي اللي خلت تجربتنا في 2020 تكون تجربة شبابية، كأني أصغر مرشح برلماني في محافظتي، محافظة بني سويف. انت من بني سويف؟ من بني سويف وقرية أبو سليم، ودي كانت من أكبر الأصوات اللي خدتها، 18200 صوت. طيب قبل ما تطرق للتجربة البرلمانية أنا عايز أبتدي بالترتيب وأعرف البوابة منين، يعني أنت كده جبتني من الآخر إن أنا وصلت لده، أبتدي منين؟ وليد من بني سويف، أنت منين؟ أنا من الهرم. طيب أنا من الهرم هنا الجيزة. محافظة الجيزة. الجيزة تمام. البداية الدراسة، دراستك إيه؟ لسانس حقوق جامعة القاهرة. تمام. وليد بكالوريوس تجارة جامعة بني سويف ومأمور ضرائب بوزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية. حلو جدا. البوابة منين؟ دلوقتي أنا عايزة أشارك زيكم وعايزة أعمل ولو حتى حاجة بسيطة، أو عندي طموحات كبيرة جدا، ممكن تلاقي الوجهين، حد بيقول أنا عندي جزء من الوقت فأنا عايزة أشارك مش معقولة هتضاره فأنا عايزة أساعد بلدي في حاجة، حد تاني بيقول لا أنا عندي متسع من الوقت وعندي أجازات وعندي حاجات تانية ممكن أشتغل في حاجة كبيرة وممكن كمان يبقى ده شغلي بعد كده. البوابة منين؟ أدخل منين العمل العام أو المشاركة المجتمعية؟ أولا العمل العام ليه مظلتين، المظلة الأولانية هي المشاركة في الأحزاب، وديك المظلة كلنا اللي احنا بنشتغل من خلالها، والنزول للشارع على أرض الواقع للمواطن، وديك يمكن قابلتني في تجربة الانتخابات 2020 وكنت أحد المرشحين، كنت من أصغر المرشحين كمان في برنامج 2020. لازم يكون ليك دور داخل المجتمع، دور عملي خدمي بحت، الناس عايزة إيه؟ بقى القصة ان انا ما اعرفش حاجة عشان اشتغل الحاجات دي، ما عنديش اي خبرة، الموضوع ده عايز خبرة وعايز تدريب، قدرت تحصل على الحاجات دي ازاي او قدرت من خلال الدولة انك توصل لمرحلة من التدريب تتعامل فيها مع المشكلات وتتعامل فيها مع الناس ويبقى ليك دور ايجابي ازاي؟ البداية مراكز الشباب. بصي اي نجاح يا استاذة سهى في اي شاب، انا شايف ان مراكز الشباب هي كنز طبعا. كنزي في التدريب والتثقيف والتمكين في التأهيل في الدورات التدريبية، كتير جدا بياخدوا مراكز الشباب دي ككرة قدم وبينج وتنس، لا في جزء كبير جدا تثقيف. انا عايز اقول لحضرتك ان في برلمان شباب وبرلمان طلائع، في نماذج محلية، بدايتي كان 2014 لما دخلت برلمان الشباب، ثم 2016 لما دخلت نموذج المجلس المحلي، كنت عضو مجلس محلي، والمحليات هي اهم حاجة، هي الهرم في المجالس النيابية، مجالس محلية، مجلس نواب، مجلس شيوخ. فلما ابتدي وانا صغير واقدر، انا كنت اصغر رئيس مجلس ادارة مركز شباب، كان عندي ساعتها 26 سنة او 27 سنة حضرتك، كان ساعتها سن الترشح من 25. لما دخلت بقيت رئيس مجلس ادارة وبالانتخاب قدرت ان انا اخد دورات جوه في اعداد القادة تبع وزارة الشباب والرياضة، تأهيل وتمكين خدنا على مدار الثلاث سنين، وكان هنا قدرنا نشوف الرؤية وقدرنا نشوف المساحة الأكبر إزاي الشاب يتدرب ويتمكن. دلوقتي أنا عايز أعرف المشكلات أو القضايا اللي شغلاكوا إيه، يعني بالنسبة لك إيه أكتر حاجة عايز أساعد فيها، أكتر حاجة عايز أتعلم إن أنا أحلها، يعني أكتر حاجة بحاول أجمع عنها معلومات وحاول أقف في بلدي فعلا وقفة مهمة جدا علشان خاطر أساعد ولو بمجهود ولو بوقت علشان احل قضية معينة، ايه القضايا دي؟ انا اولا عشان احل القضية انا زي ما قلت لحضرتك يعني لازم انا اكمل الموضوع اللي بدأت فيه من البداية، ان الدائرة الهرم دلوقتي ما فيش فيها ايه نواب، خلاص بقيت منعدمة النواب، فاصبح الوقت انا كشاب بقى ليا دور دلوقتي فيها، دور صحي. النهاردة عندنا مشاكل صحية يوميا، الناس طبعا يعني مش عايز اقول لحضرتك كم
التعب اللي الناس فيه وتلجأ للمستشفيات والبتاع. الحمد لله في لينك ما بين مديرين عام المستشفيات الحكومية وبنتواصل معاهم بنحل مشكلة دي. مشكلة الصحة دي مشكلة كبيرة. تعالي المشكلة التانية مشكلة التعليم. دي هي اهم قضايا اي وطن. صحة وتعليم. صحة وتعليم. صحة وتعليم حقيقي. صحة وتعليم. يمكن حتى انا يعني بشكر السيد الرئيس ان حياة كريمة ساعدت فعلا في حاجات كتيرة كتيرة، ولكن طبعا ولي انجازات كتيرة منها الملف الامني والملف الزراعي وحياة كريمة، ولكن محتاجين الايام الجاية برضو بالتعاون مع الاجهزة ومع الدولة ان الصحة عايزة منها شغل جامد. الصحة محتاجة شغل جامد جامد بالذات. يعني انت ملف الصحة لشاغل بالك. شاغل بالي لانه بصراحة بيشغل 80 مين في طبعا كلنا بتتعرض لأزمات صحية شيء طبيعي. الموضوع كبير جدا. تعالي الموضوع التاني، موضوع التعليم. موضوع التعليم يعني احنا يمكن داخلين على نهاية العام الدراسي هو، وطبعا الوضع الاقتصادي ان شاء الله مصر تمر بالأزمة دي ان شاء الله البر الأمان ونوصل للجمهورية الجديدة وكل العالم ان شاء الله، ودي أزمة عالمية مش عايز نوصل. طب انا عايزه اقول حاجه. اتفضلي. هو لازم عشان ابقى في العمل العام او اساعد ابقى برلماني هو منبر من منابر بقول يعني ولا ممكن في اماكن كتير او في حاجات كتيره جدا اقدر اكون موجود وانفذ نفس الخطه اللي انا عايزها؟ صعب لمساعده لمساعده الناس. صعب هيبقى او اشارك بشكل اخر. آلية التنفيذ وآلية الحوار هتبقى صعبه على ارض الواقع. انت هتقدري تخدمي بقدر من العلاقات، هتيجي لحد محدد معين، اذا تقدمت اخترقت واذا تقدمت احترقت. في اماكن تقدري تخترقي وتقدري ان انت بالسلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه او السلطه الرقابيه انت كمجلس نواب البرلمان بيسمح لك بالتشريع والرقابه. بس مش كل الشباب هيبقوا في البرلمان. هو احنا عندنا 25% لما بنتكلم عن العمل المجتمعي متسع جدا. الاحزاب نقطه بقى مهمه بقى، مش بس البرلمان. وجود المجالس المحليه اللي هي تم حلها في 6/2011، احنا داخلين على 11 سنه بدون مجالس محليه. في فرق ما بين الحكم المحلي والمجالس المحليه. المجالس المحليه تعدادها 52622 عضو مجلس محلي. الدستور الماده 180 الفقره الثانيه بتقول 25% شباب و25% مرأة. تعالي حضرتك يبقى احنا هنجيب كام؟ هنجيب فوق ال 27,000 شاب ومرأة هيتضربوا داخل المجالس المحلية على ملف الصحة، ملف التعليم، على ملف الغاز، على ملف الزراعة، على ملف التموين، على ملف الجمعيات الزراعية. هنقدر نوصل بشباب عنده فكر قيادي وفكر تنفيذي. عضو المجلس المحلي عنده 4 مستويات: محافظة، مدينة، مركز، قرية. لما حضرتك تقدري تشكلي فكر الشاب من 25 سنة ل 35 سنة سن الشباب، وبعد كده تقول له جهد للبرلمان هيبقى جهد. اتكلم شوية عن تجربتكم الخاصة في المؤتمرات وفي البرلمان. كل واحد يقول لي تجربته، وهل هي تجربة بالنسبة لكم وفادتكم قد إيه؟ استفدتوا منها إزاي؟ هو انا بالنسبه لتجربتي الاول في مجلس النواب او في البرلمان كانت تجربه ناجحه، لان اول مره طبعا اشارك وكنت اصغر واحد، وطبعا لقبت بنائب البسطاء لان كنت طبعا لي مع الطبقه اللي هي متوسطه، الطبقه اللي هي محتاجه خدمات. فكان بالنسبه لي تجربه ناجحه جدا جدا جدا. ولكن زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه ان كان مشفق عليا ان الدايره كبيره جدا، يعني زي ما قلت لحضرتك كده اكتوبر اول وتاني وزيد اول وتاني والواحات البحريه اللي بتبعد 370 كيلو عن الهرم، بعد ما كانت الهرم ليها 3 نواب اصبحت دي كله ليه 3 نواب. الجزء الاخير ان انا عايز اكلم حضرتك فيه برضو ان من شروط الترشيح ان يكون عضو المتقدم للترشح يكون مقيد باحد الجداول الانتخابيه. في 2015 ده يكون مقيد باحد الجداول الانتخابيه داخل الدائره بتاعتك. الوقت بقت مفتوحه. بمعنى بقى ايه الكلام اللي انا بقوله لحضرتك عليه؟ اصبح النهارده يجي مرشح من محافظه تانية يترشح في الدائره بتاعته. طب هو الوقت مش ملم بمشاكل الدائره اللي انا فيها. ما انا عايز احل الفجوه. صح. في عيب الوقت على بس انا عايز اقول حاجه. سواء انت دخلت بتقول التجربه بالنسبه لي ناجحه. نعم. برغم ان انت ما دخلتش البرلمان. ولكن استفدت منها حاجات كتير جدا. طبعا. استفدت منها ايه؟ ايه الخبرات اللي خرجت منها من هذه التجربه برغم انك ما وصلتش لمقعد في البرلمان؟ اولا حب الناس ده يعني لا يقدر باي حاجه. فانا استفدت حب الناس وعرفت مدى تقديم خدماتي للناس والتفاف الناس حواليا. دي كان رقم واحد. شفت بعيني التجربه وخدت التجربه. تجربه كانت كويسه بالنسبه لي، ناجحه. في مبشرات فيما بعد. بعد البرلمان ما قعدتش بقى، لان انا لا قلت لا، استمريت في العمل العام عشان اكون متواجد وسط الناس. تمام. بالنسبه لك اللي على البر عوام،
اللي على البر فاكر ان هو الدنيا جميله والانتخابات البرلمانيه صعبه قوي والنزول ومحاربه المال السياسي صعبه جدا والكتل السياسيه الموجهه صعبه قوي وراس المال محاربتهم. انا نجحت الحمد لله في تجربتي في دائرتي الانتخابيه، الدائره تعتبر دائرتين، دائره انا خدت فيها رقم واحد اعلى للتصويت والدائره الثانيه طلعت رقم سته الحمد لله. محصلتي كنت قريب من الاعاده 1200 صوت، ولكن الفكر ان كل الناس لا وليد عمل موقف قوي، وليد عمل معركه سياسيه، ولكن كابتن محمد لطيف كان دايما يقول الكوره جوان واحنا الانتخابات عندنا صندوق ونجاح. دخلت انتخابات تنجح، لعبت ماتش تحط جون تكسب، اما ان انت عملت التجربه وفقت كل كده. لا، في خطوات كتيره جدا بتوصلني للنجاح، بس احنا بقى انا عديت الخطوات دي، انا عديت الخطوات، بس في مشاكل اكبر واهم من الخطوات عشان الشاب ينجح او يكون ليه تواجد. ما حضرتك لما يكون الدائره كبيره ونلاقي ان عدد النواب بيقل، فحضرتك انت بتعملي المنافسه اصعب، المنافسه اصعب في فجوه، وراس المال اصعب ومحاربه الكتل السياسيه اصعب واصعب. فهتقولي طب ما هي دي السياسه، السياسه فيها حلو وفيها وحش. طيب مفهوم. عايز اوصل لحاجه دلوقتي، انتوا داخلين عملتوا حاجات كتيره جدا، ابتديتوا العمل العام من بدري، كل واحد فيكم قدر يعني يدخل في مجالات كتير صعبه فعلا على حد تاني ممكن يكون اكبر من عمركم بكتير. انا شايفه ان في سمات شخصيه ليكم بتخليكم تقدروا تستمروا في ده او تفكروا في ده. السمات الشخصيه للانسان اللي بيشتغل في العمل العام المفروض تبقى ازاي، ولو انا ما عنديش الصفات دي اعمل ايه؟ اولا يكون ساعه صدره مفتوحه للجميع، لابد ان يكون ساعه صدره مفتوحه لان هتسمع مشاكل، تسمع كل الناس وقضايا. وبص انا عايز اقول لحضرتك ان اقسم بالله تليفوني ده ما بي يعني 24 ساعه، حتى ما عنديش فرصه ان انا اقعد في بيتي. فالسمات ان انت طول ما انت متقبل وحابب العمل العام هتلاقي وبتخدم، وزي ما قال الاستاذ وليد في البدايه علاقات شخصيه. عاجبني كمان فيكم ان انتوا ايجابيين جدا، يعني بيتكلموا في اي مشكله اللي هو عندي حلها او انا بفكر في حلها قبل ما اطرح المشكله. ودي من الحاجات اللي قلتوها لي، ان قبل ما اروح لاي مسؤول بدل ما ارمي له المشكله واقول له اتصرف، انا ببقى عندي اقتراحات او عندي بعض الحلول اللي ممكن تطرح على المسؤول نفسه ونبدا نتشاور ونشوف هنعمل ايه. فالحته دي ما بتجيش بالساهل برضو، يعني يعني خصوصا في قضيه كبيره. يعني انا اخذت اجازه 72 ساعه بعد الانتخابات البرلمانيه، كان انتخاباتي 26-27 اكتوبر 2020، قعدت يومين او ثلاثه ريحت، بعدها باربع ايام نزلت العمل. العمل العام حاجه جميله، عندي عملت مبادرات، في مبادره انا عاملها حاليا لما غلى الاسعار والدنيا، وحاليا احنا عاملين مبادره اسمها ضد الغلاء، انا ومجموعات شباب كبيره جدا في محافظه بني سويف، وعاملها باسمي في حزب المؤتمر. طب احنا عملنا ايه؟ احنا فكرنا ازاي نقدر نقلل سعر المنتجات، وازاي نوصل نشيل هامش الربح اللي بيتحط على السلعه، ونوفره للمواطن البسيط على اساس يكون ايه بقدم له خدمه من منافس بيع معينه، من منافس بيع معينه متنقله وثابته. والاستاذ المحافظ فتح لنا بابه على طول بمجرد ما شاف المبادره، ما عنديش مشكله نفذ ووريني انت هتقدر تساعد بايه، منافس متحركه ومنافس ثابته. قدرنا نعمل المبادره دي ان احنا طب ايه فكرنا حاجات سهله جدا، طب خمس عربيات تنزل سوق العبور، طب تنزل تجيب الخضروات، طب احنا هندعم بكام، دعمنا مثلا سي بجنيه، طب احنا مش عايزين هامش الربح بتاع الجنيه ده. فزي ما بتيجي وبنحط عليها التكاليف المباشره والغير مباشره، اذا كان من نقل واذا كان من سولار، تلاقيها وصلت لحضرتك بهامش ربح زيرو. ولكن التكاليف المباشره اتحطت عليها، يبقى بتنافسي التاجر اللي غير امين، بتنفس السلع الغاليه جدا. هنا تقدري تكوني ملموسه بالعين وبالايد، هو لمسك شافك صح على اليافطه ويشوف انت عملتلي ايه، ساعدتني ازاي، محاربه الغلاء ولا. طيب انا شايفه ان الشباب كلهم بيشتغلوا في العمل العام وقت المشاكل، يعني وقت كورونا تلاقي مليون واحد بيعمل ايه وبينقل انابيب اكسجين ومعرفش بيوفر كمامات لمين وبيوزعها على ايه وبيودي اكل للناس العيانه. وقت الازمه كل شباب مصر احنا واقفين، احنا بقى عايزين وقت الرخاء كمان. يا رب ربنا ينعم على بلدنا بالرخاء يا رب، ويكون ما عندناش الحاجات الكبيره دي. يبقى تفكر ان برضو في وقتك زي ما انت كده كنت تعامل كل وقتك في خدمة الناس وخدمة المجتمع وأي حد تلاقيه على طول الشارع كله وراه، والشباب صحيح عملوا مجهود كبير جدا، إن كمان يبقى عندنا مساحة حتى في الوقت العادي.
طبعا كورونا دي خدت مننا، انا كنت عامل غرفه عمليات في الهرم وشباب من جميع الهرم عاملين غرفه عمليات، وطبعا يعني فرصه ان انا بشكر بعض المستشفيات اللي كانت بالعلاقات العامه. يعني يا دكتور عندنا حاله، حاضر هات على قرصون. طبعا كان مستشفى الهرم العام الدكتور منصور خليل كان يعني اخره كان من قيمه 4 ايام الساعه 4 الفجر، والراجل قام وجه ووقف معانا له كل الشكر. تلاقي بقى شباب كتير جدا معاك. طب وقت الازمه بقى كل الناس بقى الترفيه بقى. جينا في شهر رمضان اللي فات عملنا دوره كره قدم ونجمع الشباب وحاجه كده ليها طقوس وليها روحانيات وتجميع الشباب بتاع المنطقه، ويبقى في دوره لكره دي نوع الترفيه. رحلات في الصيف ان شاء الله في رحله كذا يوم كذا. كل الناس محتاجه كده، الناس محتاجه اللي يخفف عليهم الالام، اللي الخدمه تلبيه الخدمه العامه ليهم دي مهمه جدا 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 جدا. وده انا شفته الفتره ديك ما بعد الانتخابات، ان الناس النهارده عايزه حد يكون متواجد معاهم ويخدمهم ويجري وراهم في افراحهم، زي ما حضرتك بتقولي الترفيه في افراحهم وفي احزانهم، الناس عايزه كده. لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل ايه؟ اطلق حوار وطني مجتمعي. تعال مرحب بكل القوى السياسيه، مشاكل الناس ايه؟ ادى الاحزاب فرصه الوقت، انزل انت عبروا الناس عن برامجكم، بدل ما يطلق على بعض الاحزاب احزاب كرتونيه، لا اشتغلوا في الشارع. يعني دلوقتي الشباب اللي عايزين، انا عايزه الخص كل الخبرات الحلوه اللي انتوا عاملينها بقالكوا سنين للشباب اللي بيشوفونا. يا شباب لو انتوا عايزين تشتركوا في العمل العام وتحس ان لينا قيمه ودور، هو ده دور اساسا في الاول وفي الاخر واجب علينا كلنا. صحيح. ان يبقى في جزء من حياتك للخدمه العامه. تبتدي يمكن برضو من ضمن الشروط، انا كنت في منتدى شباب العالم الاخير وقابلت وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ومعالي الوزير تعالى وقف معايا خير. قلت له والله يا فندم عندنا مركز شباب كذا ومركز شباب كذا ونقصه كذا ونقصه كذا، هات تليفونك خد تليفوني بعد اسبوع من المنتدى. انا طبعا قلت ما يعني خلاص احنا المنتدى خلص. لقيت مدير مكتبه بيكلمني احنا جايبين كذا 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 للمركز الشباب كذا. فاذا فت من المنتدى. طبعا طبعا فت من المنتدى. انا بجد عايزه اقول ان فرصه جميله انك تخرج بره السلبيات، تخرج بره. يعني انا لو شاركت الدنيا هتتغير، يعني هو في حاجه هتنفع، يعني انا هعمل ايه، يعني ما في ناس كتير بتعمل. لا بلاش الكلام ده خالص، سيبه خير الناس انفعهم للناس. صحيح. يعني خطوه منك على خطوه من حد تاني على خطوه من حد تالت، هتلاقوا الدنيا اتغيرت كتير جدا. بدل ما نقعد نرص في المشاكل ونقعد نتكلم فيها، ما انت قدامك لو هتحلها بحاجه بسيطه منك وحاجه بسيطه من غيرك هتلاقي المشكله اتحلت. انا بشكركم جدا وبشكركم على الروح الايجابيه الجميله والمشاركه القويه اللي انتوا بتشاركوا فيها، وان شاء الله باذن الله تبقوا محققين لكل احلامكم وطموحاتكم في الفتره الجايه يا رب. محمد ابو عيسى شكرا ليك. وليد سليم شكرا ليك. واشوفكم دايما على خير ودايما في تقدم ونجاح يا رب. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم في حلقه جديده من البرنامج.